الأنظمة القانونية اللي صدرت مؤخرا بحق المرأة أصبح فيها تسهيلات لإجراء أمورها القضائية. اليوم في فقرة أعرف في حقوقك راح نتكلم عن حق المرأة في الحضانة أو الطلاق أو غيرها، وكيف يمكن رفع دعوى قضائية وما هي الإجراءات. أكيد راح نتكلم أكثر مع ضيفتي في الاستديو، أرحب بضيفتي في الاستديو أبرار شاكر، محامية ومستشارة قانونية. أهلا وسهلا فيك يا أبرار. اهلا وسهلا فيكم جميعا، ويشرفني دوما ان اكون متواجده بينكم. والله احنا اللي يشرفنك دائما تكوني معنا فعليا، لان كل مره بتيجي بتعطي معلومات وبتديها بطريقه تكون مبسطه وسهله، وفعلا المشاهد يقدر يستفيد منها واحنا اكيد كمان بنستفيد. خلينا نتكلم في البدايه عن سهوله الاجراءات اللي طبعا حصلت عليها المراه في حل حقوقها او في حل امورها القضائيه. طبعا بدايه انا دائما يعني لما اجي اتكلم في هذا الصدد لازم نحط يعني الناس في الصورة أنه بداية حقوق المرأة هي مكفولة ومحفوظة في الشريعة الإسلامية، فهي أول من كفل للمرأة حقوقها. فإن كان في بعض التجاوزات الفردية اللي هي ما حتنم على الشريعة، تنم عن تجاوزات فردية تخص أفراد بأعينهم يعني، ثم بعد ذلك أتت الأنظمة، ومن ضمنها الأنظمة في المملكة العربية السعودية، فجاءت مستوحاة ومستمدة من الشريعة الإسلامية. صحيح. فالقارئ والمطلع على أنظمة المملكة العربية السعودية وأبرزها نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام التنفيذ، حيشوف قد إيش المشرع اهتم حينما شرع الأنظمة هذه بحقوق المرأة، وإنه حتى مو بس في فترة التقاضي، بالعكس اهتم بها كمان في الفترة اللي تسبق فترة رفع الدعوة، وأيضا بعد رفع الدعوة. يعني هذا كله من أول موجود. بالضبط. أي موجود. في أمور موجودة وفي أمور استجدت، فحنذكرها اليوم. لكن خلينا نستعرض مثلا عن هذه الأمور اللي تسبق رفع الدعوة. موضوع الوكالة، تفتكروا مثلا قبل 15 سنة كيف كان وضع الوكالة؟ ممكن أنا جاوب؟ تفضلي. كان إذا تبغى تسوي وكالة مثلا لأحد من أخوالها لازم تروح ويكون معها 4 شهود، معرفين اثنين يعرفوا عنها، إذا كانوا نساء كل امرأتين عن رجل، وإذا كانوا رجال اثنين ويعرفوا عنها إن هذه فلانة بنت فلانة. أي صح؟ أي. وأنا حقيقة أحيانا أعتبر نفسي من الناس المخضرمين اللي عاصرت هذه العصرين. عاصرتها أول بحكم أني مواطنة، الآن الحمد لله في العصر الحديث بحكم أني محامية. فكان يعني عشان المرأة تبي توكل زي ما قلتي لازم يكون معاها معرفين اثنين، بطاقة الهوية الوطنية في ذيك الأيام ما كانت إلزامية، وإذا كانت معاكي فهي غير كافية للتعريف عن نفسك. صحيح. الآن المرأة في خلال 5 دقائق تدخل تسوي الوكالة، تكفيها البطاقة الوطنية والبصمة البصمة، يعني هي كطالبة التوثيق أو كطالبة التوكيل، وأنا كموثقة أيضا هذا الأمر سهل علي، في 5 دقائق بسوي وكالات للناس. هذا في خصوص موضوع الوكالة. نيجي الموضوع الثائي، وفي لاحظت شفت تعميم صدر، طبعا هو صدر قديما بس أنت لما تشوفي محتوى تعرف إيش كان الوضع عليه. كان ينص التعميم على ضرورة أن تسجل الوكالة للمرأة بدون فرض أي قيود على المرأة، وحتى إذا كانت بتوكل أي رجل سواء محرم أو غير ذي محرم. معنى وجود هذا التعميم إيش حيكون؟ معناته إنه كان في تجاوزات يعني من ناس بعكس هذا التعميم، يعني كان في مثلا كتاب عدل بيمتنعوا عن انهم يسجلوا وكاله للمراه عشان هي تبي توكل غير محرم. أيوه. فكان التعميم واضح وصريح، فيعني هذا بكل شفافيه يبين انه كان في بعض التجاوزات من قبل بعض الاشخاص، فالان لا مكان لهذه التجاوزات. بعض القضاة يعني. هذه بالنسبة للوكالة نتكلم عن كاتب عدل. أي. بعدين هذا الإجراء زي ما قلنا السابق لرفع الدعوة. طيب نيجي نقول الإجراء اللي هو بعد ما المرأة تكسب القضية مثلا وإنها أخذت حكم، هنا هي حيكون عندها إجراء ضروري إنها تطلب تنفيذ الحكم، لأنها لو ما طلبت تنفيذ الحكم ما في عبرة بسبب القضية بأكمله. فالتنفيذ في نظام التنفيذ يعني بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية والنفقة والحضانة وهذه الأمور يعني جعلت إنها تنفذ جبرا، حتى لو أدى الأمر لتدخل الشرطة اللي هي الجهة المختصة. فيعني هذا برضو استثناء عن الأصل، إنه تعالج الأمور اللي تتعلق بالمرأة على سبيل السرعة ويكون فيها إجبار من القوى المختصة اللي هي الشرطة. نعم.
جميل. يعني احنا كذا نعرف انه الان مع الاشياء المستحدثه والانظمه المستحدثه لا مجال للتحايل ولا مجال ان الواحد يمين يسار، يعني خلاص انت كذا وسهل علينا احنا يعني حتى على المراه بشكل عام. طيب خلينا شوي نتكلم على القضايا والاساس، يعني في قضايا خلع، في نفقة، في أشياء مرة كثير ممكن المرأة أو قضايا كثير ممكن أنها تهمها. إحنا نبغى نعرف إيش الآلية أو أي إيش الخطوة الأولى ستيب باي ستيب عشان هي، لأنه في ناس كثير يبغون بس ما يعرفون كيف. طبعا الخطوة الأولى تقريبا منذ قرابة 3 سنين صار رفع الدعاوى إلكترونيا، وهذا الشيء يعني سهل فوق ما تتخيل. يعني كانت أول في زيارات غير زيارات الجلسات للمحكمة، كان في زيارة تقييد الدعاوى ويلا في ملف ناقص وفي مستند ناقص أرجع وكملي. الآن الرفع صار إلكتروني، حتى إذا في مثلا طلب ناقص ارجع ارسلوا لك. إلكتروني على وين؟ بوابة وزارة العدل. جميل. أيوة الصحيفة الإلكترونية. تختار نوع الدعوة اللي هي تبغاها، مثلا دعوة خلع، دعوة فسخ، دعوة حضانة، نفقة إلى آخره. طبعا هذا مو بس يخص المرأة، هذا يخص العموم يعني. هذا شيء يعني في وزارة العدل للعوام. الأمر الآخر تختار المحكمة، طبعا الدعاوى المتعلقة بالمسائل الزوجية ترفع في محكمة الأحوال الشخصية. هذه المحكمة الأحوال الشخصية في المدن الكبرى، الرياض، جدة، لكن في بعض المدن الصغيرة أو القرى ترفع في المحكمة العامة، لأن هي المحكمة العامة مختصة بأي دعاوى ما يكون في محكمة مختصة بها في المدينة نفسها. هذا من حيث الآلية، لكن أنا دائما أقول هذا الشيء مو معناته أنه أي وحدة تتقدم وترفع يعني لازم تروح تستشير محامي محامية. أحيانا واحدة تقول لك والله أنا ما عندي، ما أقدر أدفع للمحامي أنه هو يمسك القضية، أقول لها أطلب استشارة، يعني أنك تدفع مبلغ استشارة وتكوني خلاص ملمة وعارفة إيش الشيء اللي حتقدميه، أفضل مما تحطي حاجات تدينك وما هي في صالحك. يعني أنا أذكر من ضمن المواقف اللي صارت قبل فترة، امرأة طلقها زوجها وراحت رفعت 4 دعاوى نفقة. قلت لها ليش 4 دعاوى نفقة يا بنت على كل طفل واحد؟ لا، راحت رفعت لها هي دعوتين، دعوة سابقة نفقة سابقة ودعوة نفقة مستقبلية، ولولدها نفقة سابقة ونفقة مستقبلية. انت كان بامكانك تجمعيها كلها، ليش انت بتتعبي نفسك وتزعجي سلطة القضاء؟ ليش 4 مواعيد 4 صكوك احكام؟ ليش؟ فهذه اكيد انها هي ما كانت استشارت احد قبل يعني. فهذا بالنسبة للآلية. أو تبغى تنتقم، تبغى تنتقم يمكن منه فتبغى تطلع عينه بالمحاكم. هي حتتعب أكثر، هي حتتعب أكثر، إن هي حتحضر يعني حتستأذن من عن عملها يعني. صدقيني اللي تسعى أنها تروح وتسوي 4 دعاوي هذه واحدة فاضية ومتفرغة وفاضية له هو تبغى تنكد عليه. بس خلينا نحكي عن في ساعات البنات يواجهون صعوبة إذا كانوا مثلا تزوجوا في مكان وانتقلوا على مكان ثاني مقر إقامة الزوج. هنا كيف أقدر أرفع الدعوة؟ يقولون إنك ما ينفع، أو هو المتعارف عليه إنه ما ينفع إلا لازم تروحين ترفعين دعوة بنفس مكان الزواج أو البلد اللي هو متواجد فيه. شوفي صحيح نظام المرافعات، ترى على فكرة هذه النقطة ما يعرفوها الكثير من النساء. في نظام المرافعات الأصل إنك لما تيجي ترفع الدعوة ترفع في مكان إقامة المدعى عليه، في المحكمة المختصة في مكان المدعى عليه. بينما كاستثناء من هذا الأصل إنه يحق للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة إنها ترفع هذه الدعوة في مكان إقامتها هي. فهذا الاستثناء. وزي ما قلت لك لاحظت إنه مو كثير ناس تعرف هذا الحق يعني. يعني في كثير أمور يمكن تخص المرأة حاليا وحقوق المرأة في القضاء القانونية خاصة المستجدة منها، بس إحنا لما نجي نتكلم الآن لازم نبين إنه ما زالت موجودة حقوق الرجل. يعني أنت حقوقك موجودة ونسويها وكل شيء يعني موجودة حقوق الرجل، لكن حقوق المرأة نبغى نتكلم ونوضحها أكثر للناس، لأنه نبغى نفهم السيدات من جد في المملكة العربية السعودية إنه أنت حقك موجود، لازم بس تكوني مطلعة عليه أو عارفته. في نقطة هنا كمان مستجدة عبيرة علشان كذا. وأنظمة مستجدة برضو، وخاصة أتذكر في موضوع الحضانة. في نقطة بعلق عليها دائما، يعني لما نيجي نتكلم عن حقوق المرأة في ناس تصيبهم الارتكارية، تجيهم حكة في جسدهم إنه أنتم ما عندكم غير حقوق المرأة. فأنا أعلق زي ما كنت بقول قبل شوي قبل ما تبدأ الحلقة، إنه باعتبارها المرأة هي الحلقة الأضعف، هو المعروف إن القوام على الرجل صح؟ القوام للرجل، فباعتبارها هي الحلقة الأضعف، الطرف الأضعف في هذه العلاقة. زي لما نتكلم عن علاقة عمالية،
حنتكلم نخصص مين بالحقوق، العامل ولا رب العمل؟ العامل باعتباره هو الحلقة الأضعف، هذا من حيث انه انتم ليش تتكلموا عن حقوق المراه، فهذا ردي. واضافه لكده انه كان في ممارسات وفي تجاوزات ما يعني هي لا هي ناشئه لا من شريعه ولا من انظمه، قد تكون ناشئه من تربيه خاطئه، فالان ولله الحمد كل صحيح. ايوه فبالنسبه لحقوق المراه كان في دائما يسالوا انه المراه المفسوخه او اللي خلعت زوجها ايش لها في مرحله الدعوه. فمن الأشياء اللي يعني أنا أشوفها مميزة عندنا إنه دعاوى الأحوال الشخصية فيها تتسم بشيء من السرية، يعني مثلا حتى محكمة الأحوال الشخصية مو زي المحاكم الباقية إنه الدعاوى علنية وفي حضور وفي ناس، أي حتلاقي أطراف النزاع في الغالب هم اللي موجودين، وقد يكون في محاميات متدربات إنه بغرض التدريب، بس إنه ما جرت العادة إنك حتلاقي أصحاب دعاوى متعددة جالسين في هذه الجلسة. طب هل تغيرت نظرة القاضي لو تسمحوا لي أسأل أو حاكم العدل اتجاه كل هذه المستجدات من القوانين؟ يعني ممكن يقف في صف المرأة أكثر من أنه يقف في صف الرجل، لأنه المرأة الآن لها حقوقها ولها، ممكن يظلم الرجل؟ ممكن أنا بقول مو يظلم طبعا لا، لكن في حاجة أنه صارت الحضانة يعني بالدرجة الأولى للمرأة، يعني الآن من أصعب القضايا أنه لما يجي الرجال يطالب بحضانة أولاده. هذا كمثال، أنا ما سألت عن الحضانة. هذا مثال صعب، أثبت أنها هي ما هي كفؤ، أثبت أنها هي عندها مشاكل، أنها هي ما هي كفؤ أنها هي تكون أهل لحضانة أولادك. إذا ما قدرت تثبت هذا الشيء فهي الحضانة للأم، يعني هذا أنا أقول لك هو من واقع التجربة. شفتي قبل سنوات كانت المرأة يعني تخشى إنها تطلق فكل هذا الكلام الآن يعني الرجل ممكن هو في قرارة نفسه يشوف هو متضرر، لكن إن جيتي فكرتي الأصلح والأفضل إنه يعني يكون مع أمه، يعني طالما أمه هي أهل. طب هل تغير القانون من ناحية إذا تزوجت المرأة؟ أنا ما راح أسأل كثير، يعني مثلا هل أول كانت مثلا أبناء يقعدوا مع الأم إذا كانت معها الحضانة، ولكن إذا بتتزوج مثلا أو يأخذ الأولاد صحيح؟ ممكن يعني توضحي لي أكثر في من خلال شوفي في هذه النقطة، إذا كان زوجها الجديد موافق ما في إشكالية، يعني هذه تخضع لتقدير القاضي مثلا إيش الظروف اللي عند طليقها وإيش الظروف اللي هي حتكون عندها، وحتميز إنه حتكون بيئة مميزة للولد أو البنت إنه هو يعيش عند أمه. أيوة فهذه تخضع لتقدير القاضي، يعني ممكن قاضي معين يحكم بيها وقاضي معين ما شاف انه الاسباب كافيه انه يحكم بها، بس بشكل عام ما في شيء في القران بيقول لا ما في شيء زي كذا، لكن انه يشترط طبعا موافقه الزوج الجديد. في بس نرجع للسؤال اللي سالتيه وبعدها تفرعنا عشان المرأة. ايوه معلش تفضل. ايوه من ضمن الحقوق بالنسبه لعده المراه اللي طلبت فسخ زواجها وكذا، هذه برضو مو الكثير يعرفها، تبدأ من تاريخ الحكم. طبعا احنا عندنا تاريخين، في تاريخ صدور الحكم وتاريخ التصديق على الحكم. أيوة. التصديق يكون بعدها ب30 يوم إذا ما صار فيه استئناف واعتراض. أيوة. فمن تاريخ الحكم الابتدائي تبدأ العدة. أيوة. عشان يعني ممكن الاستئناف يطول وكذا، فهي تتاخذ بالتاريخ الأول حق صدور الحكم. تمام. الموضوع الثالث، الحق الثالث للمرأة سواء المفسوخة أو الخالعة زوجها، الصكوك الإنهائية اللي تتعلق بالولاية والحضانة كلها الآن تطلع في شو أقول لك يعني ساعة. جميل. أيوة. صحيح. تقدم عليها إلكتروني، بس طبعا لازم هي يكون معاها زي ما قلنا المرة اللي فاتت بالنسبة للحضانة إنه شاهدين ومزكيين اثنين. نفس هذا الأمر على صك الولاية. طبعا موضوع الولاية هو عشان يتعلق بالأمور المالية للطفل أو النزاعات، إذا في نزاعات لا الولاية تتعلق بالأمور المالية للطفل. فمثلا في نزاع يصير انه يقول لك في حاله انه الاب يكون متوفي، فالام تبقى تكون هي وليه يعني صاحبه ولايه على اولادها على ابنائها. ايوه دحين ما اتكلم عن الحضانه، الحضانه اللي هي خلاص العنايه بالاطفال وكذا عندها صك الحضانه، الحين نتكلم عن صك الولايه اللي هي الامور الماليه. يجي مثلا الجد يقول لا انا اولى انه انا اكون ولي على احفادي. فهنا في خلاف فقهي في هذا الموضوع، انه الذكور من عصبة الأبناء هم يعني يبدوا، ف
في هذا الأمر. لكن المحاكم عندنا بتاخذ حقيقة بموضوع أنه المرأة يعني هي الأحق. أيوة هي أحق، أو إذا تقدم أحد الرجال من العصبة أن هي تكون موافقة على هذا الأمر. جميل. طيب أبرار، خلينا شوي نتكلم عن أول كيف كان الفسخ أو الخلع عفوا. مرة صعب، مرة صعب، يعني كانت المرأة تتمرمط، يعني كان تعجيزي. هو يعني مو بعشان أنه في أحد يعني أحسن من أحد، لا، بس يعني لأنه أبغض الحلال عند الله طلاق، وكان يعني شيء مرة صعب. الحين كيف تغير؟ نبيك توضحين لنا والمشاهدين كيف الآن صار يعني أسهل، تسهلت عليها أمور. إيش الفرق بين الخلع من زمان والخلع الآن بالنسبة للمرأة اللي تبي تخلع زوجها؟ شوفي، الآن هذه الدعاوى كإجراء روتيني أول ما ترفع لازم تحال للصلح، يعني أكيد. لازم يكون في محاولة صلح، يحاول المصلح أنه يصلح بينهم. لكن مثلا الآن من الأمور اللي تساعد، يعني أنا ما أعرف زمان الوضع كيف كان قبل ما أنا أكون محامي، يعني ما أعرف كيف كان زمان، إنه هل إذا تغيب الزوج عن حضور الجلسات بينظر القاضي الجلسات ولا لا، لأنه حسب النظام إنه يعني ينظر القاضي حتى إذا تغيب الجوز ويعدها حضورية، لأنه يعني يكون وجه له وبلغ وكل حاجة. فحتى أنا لي يعني قضايا في هذا الشأن، أتبلغ الزوج مرة ومرتين وما حضر وتم الحكم بالفسخ، يعني ما صار متوقف على حضورك. نعم. لكن قضية الخلع تختلف في إيش؟ إنه لابد من حضور الزوج عشان موضوع العوض وما العوض، إنه لازم يستلمه أو يقر باستلامه. لكن أنا أشوف يعني الفسخ إذا توافرت أسبابه فطبعا هو أسهل. الخلع أصعب، يكمن صعوبته زي ما قلت لك في موضوع إنه لازم هو يحضر. وأغلب شيء ما يحضر، صدقيني أبرار، مو عشان شيء، عشان يعجزها بس. صح. للأسف. صح. يعني للأسف نقولها. طبعا أبرار شاكر كالعادة متميزة في حضورك في معلوماتك، شكرا لك، نشكر حضورك اليوم. شكرا لكم جميعا، وإن شاء الله نتشرف مرات قادمة. شكرا لك. طبعا مشاهدين أكيد مكملين باقي الفقرات، لكن بعد الفاصل. بعد